اللي بتبقى جوه المكنه التاريخ اللي بتاخد القطر اللي هو ايوه النهارده 12 النهارده 10 النهارده كده بالظبط 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 دي التاريخ مع التاريخ يا استاذ محمد ايوه يبقى هي دي اسمها مكنه طبع التذاكر ايوه يا فندم لا ده خدمه جميل حطها سيادتك كده اللهم صل على النبي وبرده اكن التذكره يعني التذكره بتتحط تحط هنا وتتنفذ هي اسمها مكنة طبع التذاكر ختم التذاكر ختم التذاكر اللي هي بالشكل كده ايوه تحطها كده وتيجي احنا واحنا في اعدادي اعدادي ايه طول عمرنا احنا الحجره دي زي ما هي كده من السبعينات ما كنا بنركب ده اول ما اشتغلت يا استاذ محمد ده اول ما اشتغلت على قديمه يعني كل دي لا ده جميله ده جميله وزي ما حضرتك قلت كل الحاجه الموجوده في محطتنا هنا مش تتعود وبقول بصوت عالي احسن من الاشارات الضوئيه اللي بيقولوا بيعملوها لا ما ينفعش واخطاء كتير الحاجات دي انما دي عمره ما يخطا ما شاء الله لا يمكن القطر يطلع من هنا الا ما المحطه اللي بعده ولو كسرت الجهاز ما طلعش الا هي الاسكونه واحده بالظبط عشان ما يعملش يخلو سكه ويقوم قبل القطرين في بعض تمام لما يجي يطلع اسطوانه القطر اللي واقف اربع ساعات هنا ولا 10 ساعات اللي واقف اليوم كله وما ادتلوش الاسطوانه دي عمر ما هو بالظبط ولا يمكن الاسطوانه تطلع على المحطه اللي بعدها يبلغك وينزل لك الاستراحه وينزل لك الاسطوانه اللي هناك ويوريد لك المولد بتاع الكهرباء ومطلع لك اسطوانه هي حاجة بشحن الموالد. شكرا يا ريس شكرا شكرا